شوف انا المعلومات اللي عندي المؤامره ما كانتش يعني، لان النهائي كان مبرمج في ملعب القاهره وعلى الساعه 7. حسب المعلومات اللي عندنا تما هو ان كاين ظروف استثنائيه كيقول استثنائيه، ان التقني ما ندخلش انا، كيلحقوني معلومات ظروف استثنائيه باللي لازم المقابله ما تكونش في القاهره ويتبدل الوقت. احنا نقول لك مؤامره الجزائر ولا ما عنديش معلومات، ولكن نعطيك المعلومه الاخيره هو ان ملعب تاع اللي لعبنا فيه العشب تاعو ما عنده حتى فرق مع الملعب تاع القاهره، هذا الشيء الاول. والوقت وقت اللعب يعني اللي كانت وقت الخمس يعني كانت حراره، ذاك اليوم ربي يستر كما يقولوا رحمنا، كانت حال الجو كان نقدروا نقولوا ماهوش كان زايد على المقبول. كان انا نتكلم امور تقنيه، الملعب كان ميم كيما القاهره والجو كان لطيف، النتيجه التقنيه يعني تحملوا احنا كتقنيين، انا ما نسقش هذه في وقضيه التغيير، هذا كاين مسؤولين اللي نظن بلي هما يقدروا يجاوبوا هذا الشيء.